حلقة اليوم. سعد بتواجدك معي في مطلع هذا الأسبوع. أنا شاكر ومقدر لكم الاستضافة وسعيد جدا بتواجدي مع الجمهور. شكرا لكم. سباك زميل حسن سباك باي. وسعدت ايضا بتواجدك معي في حلقه اليوم. شكرا لك اخوي انس على الاستضافه والشكر موصول ايضا للاستاذ عبد الله العطيب، شرف الخروج معك. شكرا لكم انتم مستمعينا الكرام. لعلنا اشرنا في نهايه الاسبوع بانه ربما يكون يعني بعد العاصفة يا عندنا مباريات الجولة. يعني اليوم مباراة الفيصلي والحزم كما ذكرنا تبدأ في وقت لاحق قادم. الهلال والفتح والوحدة والاتحاد في ختام الجولة الثامنة عشرة. هل نشهد سمايفر تعالوا ترى وايفر يستطيع نموذج يعني باغا بين الكرام ما في ترى حلقة جديدة بمشيئة الله ودمتم في رعاية الله. ماشي هاي سي ايوه بيرتق افتتاح أكاديمية الحقيلة الطبية لعلاج العظم والإخصاب الصناعي والأنابيب والوقاية من الأمراض الوراثية. أكبر وأحدث مركز طبي رقمي متخصص في الشرق بإشراف استشارية العظم وأطباء الأنابيب سهام العكو للاتصال 923-3314 كتاب يعني بالله بدك وصاتني لاقونا على تويتر وفيسبوك. ايه छोटा बच्चा उधर تابعونا على سناب وانستغرام كواليس الرياضه ولا بتعرفوا ايه راديو يو اف ام راديو. شوفونا على يوتيوب برامج وتغطيات يو اف ام كي يا تو ماتش ها يو اف ام رياضه اكثر. بالله جاي لك انت ساعه شو تشوفه وتضارب الاخبار وكثره الاشغال. ها देखा فكين كات ايه गाड़ी में आया पीछे रुको रुको हजामत आएगा अंदर आएगा पाने भी ने उठा के ले जाएगा اليوم السابع كل سبت عند الرابعه عصرا.